يقول لك بيقول لك في بعض الايام في بوتلز في سيرتن دواء معين ان راندوم فاريبل هادنج دينستي فانكشن يبقى هي دي البي دي اف عشان بعد كده هيجي يديها لنا ايه يقول لنا سي دي اف تعالوا دي البي دي اف طيب البي دي اف انت عارفه فين اكس اكبر من زيرو اي حته من اكس اكبر من زيرو يبقى اي قيمه اديها لنا من اكس اكبر من الصفر هنقدر نستخدم ايه البي دي اف دي طب لو اي حاجه غير اقل لو اقل من زيرو ايه سويرة تبقى ايه زيرو طيب ناخد بالنا جامد من موضوع الانترفال ده عشان بيلخبط جدا يعني على الحل مثلا يعني اتلخبط فيها برضه قبل كده يعني فتعالوا اول حاجه هو عايز اتليست 200 طيب يعني ايه اتليست 200 اتليست يعني ايه اصلا معنى اتليست يعني بالقليل قوي انا معايا 200 يعني زي ما انت مثلا معاك فلوس كده تقول انا بالميت كده معايا 20 جنيه فبالميت كده يعني انت معاك ايه يعني انت معاك 20 او اكتر صح انا بالميت كام 20 جنيه فانا معايا ايه 20 او اكتر لو انا قلت ايه انا بالكتير قوي معايا 20 جنيه انا معايا ايه 20 في اقل فلما يقول لك اتليست 200 يبقى انا كده ايه هاخد 200 واكبر عشان ده بيقول لك ده اقل حاجه عندي يا عم 200 جنيه ولا 200 يورو هيبقى انا عندي ايه يا اما 200 يا اما اكبر طيب تعالوا نحلها فنقول ايه في البروبابيلتي بتاعه ان اكس هتبقى ايه بقى اكبر من 200 صح صح طيب اكس اكبر من 200 تعالوا ايه نقول اكبر من 200 يعني ايه يعني عامه نحاول نرسم عشان نفهم ماشي الانترفال احنا متعرفه من ايه من صفر تمام فهو عايز 200 لاكبر فهنقول دي 200 مثلا يعني مثلا دي صفر ودي 200 دي بلس انفينيتي مثلا دي ماينس انفينيتي فلما تبقى اكبر يبقى كل حته دي فاللي هي هتبقى ايه من 200 لانفينيتي تمام يعني بس تمسح الانترفال ما حدش تعبط هيقول بالنسبه ليه بالنسبه 200 ل 80 اقل حاجه 80 اكس اكبر من 80 بس هي اقل من 200 تعالوا برضه نرسمها هي دي سهله بس برضه نرسم عشان ايه نتعود على الرسم 80 ادي 80 وادي 200 هو عايز ايه كل الايه انترفال تمام تعالوا نمسح دي ونقول من 200 ل 80 هنعمل انتجريشن عادي جدا تطلع برضو هي تطلع 1000 برضو على اكس زائد برضو 100 غربية لحد هنا
اه تمام ماشي. مية تربيع الانتجريشن العادي معوض من 280 هتطلع من 200 تمام. هو بيقول ماشي، هو بيقول يعني هو بيقول اني اي حاجه ما بين ال 80 و 200 تمام، اي حاجه ما بين ال 80 و 200 فاحنا ممكن ال 200 دي ما نكتبهاش، يعني ممكن نقول مثلا اي حاجه ما بين ال 80 و 200 يعني هنقول مثلا 80 و 120 مثلا، يعني اي حاجه ما بين ال 80 و 200 هو كاتب اني وير، فهو الراجل مديها الحريه يعني تمام. نكتب يعني ممكن مثلا عادي يعني 120 ل 90 بالتعويض هتطلع ب 10%. تمام، حد عنده مشكلة في المثال ده؟ حد عنده مشكلة؟ مش عارف المفروض ديسكورد تعمل ايه يعني؟ محدش عنده مشكلة تمام. بس البنج عالي شوية ماشي. دلوقتي النت كويس، المفروض كل سنة دي مسألة انتجريشن عادية، مش عايزين نضيع وقتنا بس في حاجة مثلا حاجات التفاضل والتجاوز بتاع ثالثة ثانوي. انتجريشن العادي، مسألة الانتجريشن العادية خالص، يعني مسألة الانتجريشن العادية خالص بتاعة ثالثة ثانوي. لا في الآخر هنشرحها، في الآخر هنقولها مش بس حاجة أساسية، هنشرحها يعني مش عن انتجريشن العادي ليش. حاضر رقم 3-7 بيقول ان التوتال نمبر اوف اورز ميشرد ان يونتس اوف 100 اور از ذا فاميلي رانز ا فاكيوم كلينر اوفر، مش عارف ايه الكلام ده جميل جدا. ادانا البي دي اف متعرفه على كذا انترفال، 3 انترفال، اول مره لو من 0 ل 1 تمام، تاني مرة لو من 1 ل 2، تالت مرة ال سوير أي كان غير الحاجات اللي أنا مديها لك دي هتحطها على 0 تمام. نركز على في انتفاع لزا 120 تمام، أقل من 120. هو بيقول بصوا ان يونتس اوف 100 اور، يعني ايه ان يونتس؟ يعني واحد ده بالنسبة لنا 100 واثنين ده بالنسبة لنا 200 تمام. فيعني احنا هناخد 120 دي هنقسمها مثلا على 100 فهتطلع 1.2 تمام. فال 1.2 دي بقى في انهي انترفال من دول؟ تعالوا نرسم الانترفال بتاعتنا. اول حاجه بيقول من 0 ل 1، طيب ادي 0 وادي 1 كام اكس. طيب من 1 ل 2 تعالوا مختلف المره دي، ممكن ماشي خلاص 1 2 كام؟ من 1 2 مع 6 ايا كان غير ده بكام؟ بصفر. ايا كان غير ده نرسمها من تحت، ايا كان الكلام اللي غير بالانترفال دي بكام؟ 2 0. طيب من جد تعالوا نحل المساله، البي دي اف كام؟ اكس و2 ناقص اكس. طيب وبيقول اقل من 120 فهنكتب بي اوف اكس اقل من 1.2 120 على 100. ف 1.2 دي فين بقى؟ دي الغلطه اللي كذا حد بيقع فيها. 1.2 دي فين؟ اكس اقل من 1.2 هنا، يعني هناخد 2 ناقص اكس، وايه تاني؟ وهنا، ما هو كل ده اقل من 1.2 صح؟ فهنعمل ايه بقى؟ هنعمل انتجريشن على حاجتين اللي هم ايه؟ اللي هم اول حاجه من 1 ل0 x dx زائد من 1.2 بقى، احنا عايزين 1.2 بس، يعني عايزين هنا بس مش عايزين ايه دي كلها، احنا مش عايزين، احنا عايزين لغايه 1.2 بس. فهناخد من 0 ل1 هدي اول حاجه اهي x dx، من 1 ل1 2 من 10 بكام؟ ب 2 ناقص x، هدي من 1 10 ل1 2 ناقص x dx برضه